ما رأيك بفتوى الشيخ الغرياني في النهي عن الحج والعمرة لمن أدى الفريضة؟ هذه فتوى جريئة على شك من الشيخ، ويا ليته ألحقها بشيء من التفصيل أكثر في وصفه لحكام الحرمين، بأن يصفهم بأنهم أعداء للدين، لأنه لا يكتفى فقط والله أن الذي سيحج سيتعرض للاعتقال وكذا، لابد أن يعلم الناس. هو قال أنك الفلوس هذه تعطى تؤخذ وتستفيد منها الصهاينة، ليس بالضرورة أن الريال هذا نفسه الذي أخذ يروح إسرائيل، لكن ما دامت السعودية تعطي إسرائيل، تدعم إسرائيل عن طريق كوشنر وغيره، فأي شيء يدخل الميزانية السعودية سيكون بشكل أو بآخر دعم لإسرائيل، هذا قصده. ولكن يا ليته أضاف للفتوى الحكم أو الموقف من نفس النظام السعودي، وكيف أنه عدو، مو بس خرج من الملة، عدو للإسلام، يحارب الإسلام والعياذ بالله.